أعتقد بأنه من الأهمية بمكان التعريق حول ظروف الاعتقال التي تمت لهؤلاء الموظفين. طبعا طبقا للمعلومات التي توفرت لدينا، عدد المعتقلين حتى اليوم بلغ أكثر من أو يتجاوز 60 معتقل، جميعهم موظفون عاملون في منظمات أممية ومنظمات دولية ومنظمات محلية، إلى جانب أيضا عاملين في سفارات كالسفارة الأمريكية وبعض السفارات الأوروبية العاملة في اليمن، بعضهم موظفين حاليين في هذه السفارات وآخرين أيضا عاملين سابقين. شملت حملة الاعتقالات طبعا موظفين رسميين فيما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني التابعة للحوثيين، شملت أيضا قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام ترع صنعاء. شملت هذه حملة الاعتقالات الكثير من الناس الذين ربما لا يوجد أي ترابط فيما بينهم، بمعنى أن عملية الاتهامات التي قدمت لهؤلاء كانت غير صحيحة، وربما هذه الحملة يهدف الحوثيون من خلفها لترويع المجتمع ولترويع هؤلاء الموظفين وأيضا لابتزاز المنظمات الدولية. ظروف الاعتقالات التي تمت كانت تتم بشكل وحشي جدا، وفقا لأقارب الكثير من الأهالي الذين تواصلنا معهم بشكل مباشر، كان يأتي مسلحون حوثيون دون تقديم أنفسهم أو التعريف بأنفسهم، يقتحمون البيوت بمنازل المواطنين بالقوة ويختطفون أهاليهم. وأيضا تزامنت هذه الاعتقالات أيضا مع حملة تفتيش طالت العديد من المنازل وعملية نهب ومصادرة لممتلكات خاصة لهؤلاء المعتقلين والموظفين. شملت هذه العملية المصادرة لأموال سواء كانت بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية. تمت مصادرة أيضا جوازات سفر، وتمت مصادرة مركبات مدنية، سيارات خاصة بهؤلاء الموظفين. أعتقد بأن هذه الحملة التي قام فيها الحوثيون لم تكن أو لم تحمل في طياتها أدنى معايير الأخلاق ولا احترام للمجتمع اليمني. نحن نتحدث عن حالات اعتقالات طالت نساء، على سبيل المثال ما تم التفضل به اليوم أو ما تم الكشف عنه اليوم، اعتقال أو محاولة اعتقال امرأة حامل في صحيح. شهرها الأخير، وتمت طبعا لا تزال هذه الأسرة تعيش في حالة من النكد ومن حالة من الخوف والترهيب من قبل الحوثيين، خاصة وأنهم ينشرون العديد من المسلحين في محيط المنزل، وبعد أن تم اختطاف زوجها كرهينة لدى الحوثيين. هناك ربما حالة أخرى وردتنا اليوم، وهي حالة اختطاف امرأة أيضا موظفة في منظمة أممية، وكان قد تم اعتقال زوجها وأطفالها كرهينة، تم أيضا اعتقالها إلى جانبهم، تم الإفراج عن الزوج وعن الأطفال، 3 أطفال، وتم وضعهم منذ أيام تحت الإقامة الجبرية وتحت الحراسة الأمنية المشددة في صنعاء. كل هذه الاعتقالات والممارسات التي ينفذها الحوثيون تفتقد لأدنى معايير الأخلاق، وأيضا ربما تكون لها أهداف أخرى، وهي مسألة ترهيب وترويع المجتمع، وخاصة أن عدد من هؤلاء الموظفين أصلا يعني المعتقلين كانوا موظفين نعم سابقين ولا تربطهم أي علاقات سواء مع منظمات أو سفارات أو أي جهات أخرى. نعم طيب سيد فارس، هذه الحملة التي أطلقت من قبل الناشطين الحقوقيين اليمنيين لمناصرة هؤلاء المعتقلين، هل بالفعل لديها الإمكانية أن توصل صوتهم وأن يوصل هذا الصوت لمن فعلا بإمكانه أن يقوم بأي إجراءات أو تدابير لحمايتهم ورفع الظلم عنهم؟ أعتقد بأن الحملة هذه كانت عبارة عن مبادرة من مجموعة من الشباب والناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعتقد بالتأكيد بأنها ستوصل الرسالة، وهي أعتقد بأنها هي حملة للتذكير بالممارسات التي يقوم بها الحوثيون ضد هؤلاء الموظفين، وحتى لا يتم نسيان هذا الملف الخطير الذي يقوم به الحوثيون. كذلك أيضا تهدف هذه الحملة باعتقادي إلى مسألة تحميل الأمم المتحدة مسؤوليتها عما حصل. هناك خذلان أممي واضح، وكذلك خذلان من قبل المنظمات الدولية الأخرى، وكذلك من قبل بعض السفارات الذي يعمل كثير من أو عدد من المعتقلين لديها تم اعتقالهم في صنعاء. هناك صمت، وربما قد يصل إلى مرحلة التواطؤ مع جماعة الحوثي، وخاصة بأن البيانات التي صدرت من بعض الجهات الدولية
كانت ركيكة ولا ترقى إلى مستوى الجريمة التي نفذها الحوثيون. هناك أيضا نقطة يجب الإشارة إليها، بعض نعم الجهات الدولية كمنظمات وسفارات حاولت مؤخرا ربما السلوك في المسلك الخاطئ، وهو عملية التوسط لدى جماعة الحوثي بالإفراج عن بعض المعتقلين لديها. نعم، لدينا ربما الكثير من الوثائق عن او المعلومات التي تؤكد بان كثير او الكثير من الاهالي يطلبوا منا نحن كصحفيين عدم نشر معلومات عن ذويهم او عن اهاليهم حتى يتمكنوا من محاولة اخراجهم من نعم المعتقلات بالوساطة المحلية، لكن للاسف هذه الوساطات لم تجدي نفعا في كثير من الظروف، وهناك ربما عشرات الحالات التي تم استنزاف اهاليهم ماديا نعم وكذلك بيع الوهم لهم، وفي الأخير طبعاً لم يتم الإفراج عنهم في الغالب.